موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. طيب، الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قبل ما نبدأ في الثمار، مسألة طريفة: لو اختلف البائع والمشتري، هل أبرت الثمرة أو تشقق الطلة قبل البيع أو بعده؟ يعني دلوقتي هو في ثمرة موجودة، فالبائع بيقول بعته وهي إيه؟ مؤبرة. أنتوا معايا ولا لأ؟ والمشتري بيقول لأ، لم تكن إيه؟ مؤبرة. فالقول قول من؟ قول البائع. لا نزاع فيه بين الحنابلة. قول البائع، لان هو كان الاصل هي موجوده والمشتري بيدعي ما كانتش موجوده ثم ايه وجد. قال: فصل: ولا يصح بيع الثمرات قبل بدو صلاحها، لحديث ابن عمر ان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، متفق عليه. والنهي يقتضي الفساد. قال ابن المنذر: اجمع اهل العلم على القول بجمله هذا الحديث، يعني ولكن هناك تفاصيل فيها خلاف يعني، لكن الأصل. قال: لغير مالك الأصل، فإن كان له أي لمالك الأصل صح لحصول التسليم للمشتري على الكمال كبيعها مع أصلها. قال في الشرح: وبيع الثمرة قبل الصلاح مع الأصل جائز بالإجماع. مش هتفهم الكلام ده كويس إلا بالشيء يبان ضده، فهيبان دلوقتي. فينا صور مش زي بعض، قريبة من بعض، واضح؟ هو دي الصور كلها. يبقى بيع الثمرة كنت هكتب قبل بدو الصلاح؟ لا، هنقول قبل بدو الصلاح وايه؟ ها؟ بعد بدو الصلاح. قبل بدو الصلاح اما انها تكون معه او مفردة عنها الاصل. وهي في الحقيقة مفردة، اما انها تكون لغير ملك الاصل، يعني كأن هي مع الاصل، او ايه؟ ها؟ مفردة، واضح؟ واما مفردة لغير مالك الاصل او لمالك الايه؟ ها؟ الاصل، تمام؟ فاهمين؟ ساشرح. مع الاصل، يعني الان هذا شجر نخل مثلا وفيه بلح لم يبدو صلاح، واضح ولا لا؟ ولكن الرجل سيبيع النخلة ب، ها؟ يبقى باع النخلة أو النخل بستان كله بثمره، يبقى الثمر بيع معه وهو لم يبدو إيه؟ صلاحه، ولكنه جائز إجماعا. خلاص، باعه مع الإيه؟ لأنه هنا الثمر ماذا؟ ها؟ تابع. الثمر ماذا؟ كمن باع ناقة حاملا. انتوا معايا ولا لا؟ تمام؟ طيب، الآن يبيعها مفردة أو منفردة؟ لا، مفردة، واضح؟ مفردة عن الأصل، إما لغير مالك الأصل أو، ها، يعني خليها أو لا تخليها، مفردة عن الأصل في، ما شاء الله. مفردة لغير مالك الأصل، إما أن يبيعها، ها، ها، بشرط، وهذا جائز عند عامة العلماء، وحكي الإجماع فيه، ولا إجماع، بس جائز قريب من الإجماع، جائز، ها، يعني القافلة الكبيرة جدا جدا. العكس، باعها بشرط التبقية، هذا غير جائز، واضح؟ وطبعا غير صحيح، أصلا غير صحيح عند عامة العلماء، وحكي إجماعا، وحكي إجماعا. يبقى هذا
غير جائز عند عامة وحكي يا جماعة. الصورة الثالثة ايه؟ ايه الفرق بين دي وبين دي؟ ما الفرق بين مطلقا وبشرط التبقية؟ يعني هو هنا بيشتري لا يشتري نخلا، بيشتري ايه؟ لم يبدو ايه؟ بس في الصورة دي بيقول له اشتريته منك وسأقطعه في وقت الحصاد المعتاد. لكن هنا قال اشتريت منك الثمار خلاص وخلاص، ولم يتكلم ولم يقل سأبقيه أو لا. ها، وهنا اختلف العلماء. الجمهور مالك والشافعي وأحمد على أنه لا يجوز، لا يصح هذا البيع. أبو حنيفة يجوزه ويقول يجبر المشتري على القطع. معايا ولا لا؟ معايا ولا لا؟ الصحيح قول الجمهور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمار حتى يبدو، نهى البيع والمبتاع، والنهي لماذا؟ للتحريم ما لم تأتي قرينة تصريفه، صح ولا قرينة؟ تفهمتم ولا لا؟ يبقى إذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع حتى، يبقى نهى أن تباع في كل الصور، واضح؟ سيخرج هذا فقط لماذا؟ لأن الحكم يدور مع علته وجودا وإيه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام هنا ذكر قال أرأيت إن منع الله الثمرة أرأيت إن بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق مقابل ماذا ستأخذ، واضح؟ لكن بشرط القطع، هو في الحقيقة لا مغامرة، لأنه سيقطع الآن، فهو يعرف يدفع في ماذا. بما يأخذ أحدكم مال أخيه لم يأخذه بغير حق، بل أخذه مقابل شيء موجود وسيجمع الآن، غير من سينتظر ربما تأتي جائحة فإيه فتذهب بكل شيء. فأرأيت إن منع الله الثمرة معي ولا لا؟ فهمني كده ولا لا؟ فالحكم هنا كان واضح، إذن هذه جائزة، هذه وهذه غير جائزة، هذا كله لمن؟ ما صورة إذن مالك الأصل؟ من يتوقع كيف الصورة؟ لا لا، ليس كذلك، سأشرح. يبدو أنني قلت انتبهوا، هذه ستحتاجونها. هذا رجل بائع، انتبه معي، بائع ماشي، باع، ما هذا نوفر، بائع باع نخلا قد أبرت، جيد ولا لا؟ أبرت صح، ظهرت ولم يبدو صلاحها. الشجر لمن؟ ها انطقوا، للمشتري صح، والثمر لمن؟ للبائع. البائع يدخل البستان ليسقي الشجر من أجل الثمر، يعاهد، واضح، يريد أن يعاهد ثمر. فتضايق المشتري، شعر كأنه لم يشتري، واضح ولا لا؟ البائع يدخل، لماذا تدخل؟ هذا الثمر يحتاج لمراعاة، واضح؟ فقال المشتري كم تأخذ وتعطيني الثمر ولا أراك هنا، واضح ولا لا؟ إذن سيشتري، من مالك الأصل؟ هو الأصل، ما هو يا شباب؟ هم نأخذ الأصول صح ولا لا؟ الأصل هنا ماذا؟ ها؟ الشجرة صح ولا لا؟ تفهموني ولا لا؟ الأصل الشجرة صح؟ تمام؟ والثمر فرع صح؟ مين ملك الأصل؟ هو الذي سيشتري الثمر، تفهموني؟ فالمذهب والشافعية جوزوها، قاسوها على هذه كأنها بيعت، والمالكية أبوا، والمالكية قالوا لا، هنا كانت، هنا كانت تابعة، أما الآن فستعقد عليها عقدا مستقلا، فلا بد أن تنتظر حتى يبدو ولو كنت أنت مالك الأصل. فهمني ولا لا؟ ها تمام، نقولها تاني صح؟ هذا جل الدرس، بشرط القطع، سأشرح بشرط القطع، سأشرح. الآن فرضنا أن إنسانا يعمل في تجارة المخللات، المخللات احنا بنقول مخلل،
والأصح هو مخلل، يعني مفعول به، يبقى اسم مفعول. واضح؟ تعرف المخللات؟ فرجل وجد أن الناس تحب البرتقال المخلل واليوسف المخلل، لو فرضنا جدلا، لا يلزمني أن يكون واقعا، جيد ولا لا؟ فأتى يشتري، فقال له الرجل: أعوذ بالله، لا يمكن أن أبيع لك، إنه لم يبدو صلاح وقد نهين. قال: لا تقلق، أنا لن أبقي، واضح؟ بل أنا سأقطع بمجرد الشر، أخذه هكذا أجعله مخللا، يأكله الناس هكذا مالحا يرفع ضغطهم. واضح ولا لا؟ فهمت الآن ولا لسه شوية؟ ماشي. احنا طبعا بدأنا في الدروس نبطأ شوية فبنشرح أكتر، وباظت السرعة اللي كانت موجودة الأول، قدر الله ما شاء الله. وضحت ولا لا؟ يبقى الآن فهمت أنا بشرط القطع، يعني هنا لا مغامرة، هنا لا غرر، هنا لا إيه؟ غير إذا كان لم يبدو الصلاح يشتريه، ينتظر، ربما يبقى وربما يبقى، هناك غرر. لكن هنا غرر ولا غير غرر؟ لكن لو وجدنا أنه لا يمكن أن ينتفع به، هذا يجوز. إذن يدفع مال، في ملف، واضح ولا لا؟ وسنبين إن شاء الله جل وعلا. لا أدري، يبقى هذا في الحقيقة إذا كان بدا صلاحه، أليس آسف، إذا كان لا فائدة فيه هنا، هذا فيه إضاعة للمال ولا لا؟ إضاعة للمال، صح؟ وذلك لابد أن ينتفع به، ولهذا ضربت مثال بمن يجعله مخللا، صح ولا لا؟ الآن لم أتكلم عن هذا، وهو إيه؟ فيجوز بيع بشرط القطع وبشرط التبقية ولمالك الأصلي ولغيرها. مالك الأصلي لقد قال صلى الله عليه وسلم: نام بثمرها حتى يبدو قد بدأ، وهذا دليل على حجية مفهوم المخالفة، صح؟ على حجية مفهوم، لأنه نهى قبل أن يبدو، إذا جاز بعد أن يبدو. تفهموني ولا لا؟ جيد؟ فلنقرأ الكتاب ولنسرع كسرعة القطار، وربنا يسهل. هو إحنا خلاص بقي لنا يعني ممكن إيه في الباب ده، هو المسائل دي معظمها، ثم بعد كده هيشرح بما يعرف بدو الصلاح، ويتكلم لو أنه خدعنا فلم يقطع فما الحكم؟ يعني اشترى بشرط القطع ثم فهل يبطل البيع أم لا يبطل؟ سننظر إن شاء الله. نعم، عندنا مسائل سيشرحها إن شاء الله كما ذكرت، سيعرفنا بدو الصلاح، ويعرفنا هل بدو الصلاح سيشترط في كل شجع؟ لا، في الحقيقة أبو حنيفة لما يكون بشرط القطع ولا فائدة، لا مالية في قطع، ما الفائدة إذا كان لا ينتفع به؟ وهذا في الحقيقة أصلا أبو حنيفة أصلا يصادم ظاهر الحديث، الحديث أصلا نهى، فالنهي في كل الصور. ما بس ولكن في الحقيقة هم لم يشترطوا القطع، فتأتي تلزمه بالقطع ويكون لا فائدة لديه. واضح؟ أنا رجحت مذهب مالك أنه كغيره، وليس أنك مع الأصل، لا يصح، لا يجب. وسيأتي، وهو الوجه الآخر، هو وجهين لأحمد وجهين للشافعية. أقرأ ولا تقطع وتقاطعوني معذرة. طب لعلي بعد ما نقرأ يكون سهل إن شاء الله. طب اصبر، أعطي نفسك فرصة كي تتنفس. قال: فصل. ولا يصح بيع الثمرة قبل بلوغ صلاحها. الحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البيع والمبتاع، والنهي يقتضي الفساد. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على القول بجملة هذا الحديث. من الطرائف ننقل بعض الأشياء اللي فيها طرائف. هنا يقول ابن حجر رحمه الله، ولكن نبدأ الأول بكلام ابن قدامة، ونسمع كلام النووي، وبعدين نسمع كلام ابن حجر،
وهو يعلق عليهما بعدما نقل ابن قدامة إجماعات ونقل النووي إجماعات ثم ابن حجر يستدرك على كلا الرجلين. قال ابن قدامة: لا يخلو بيع الثمرة قبل بدو صلاحها من ثلاثة أقسام. أحدها أن يشتريها بشرط التبقية فلا يصح البيع إجماعا، سأختصر، وأنه يقتضي الفساد. القسم الثاني أن يبيعها بشرط القطع في الحال فيصح بالإجماع. يصح بالإيه؟ لأن المنع إنما كان خوفا من تلف الثمرة وحدوث العاهة عليها قبل أخذها، بدليل ما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم أن بيع الثمرة حتى تزهو، قال: أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه. وهذا مأمون فيما يقطع، يعني الذي يقطع مأمون، يعني هو ليس في مغامرة بمال أخيه. قال: فصح بيعه كما لو بدا صلاح. القسم الثالث أن يبيعها مطلقة لم يشترط قطعا ولا تبقية فالبيع باطل، وبيقال مالك والشافعي وأجازه أبو حنيفة، لأن إطلاق العقد يقتضي القطع. لا والله، بل الناس إذا أطلقت فالمفهوم أنه يجمعها في وقت الإيه؟ الجمع المعتاد، ولذلك أبو حنيفة كلامه بعيد. قال النووي في شرح أنا مسلم: أما أحكام الباب فإن باع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع صح بالإجماع. قال أصحابنا: ولو شرط القطع ثم لم يقطع فالبيع صحيح ويلزمه البيع بالقطع، فإن تراضيا على إبقائه جاز، وإن باع بشرط التبقية فالبيع باطل بالإجماع، لأنه ربما تلفت الثمرة قبل إدراكها فيكون البائع قد ما أكل مال أخيه بالباطل كما جاد بالأحاديث. وأما إذا شرط القطع فقد انتفى هذا الضرر. وإن باعها مطلقة بلا شرط فمذهبنا ومذهب جمهور العلماء أن البيع باطل لإطلاق هذه الأحاديث، وإنما صححناه بشرط القطع للإجماع، فخصصنا الأحاديث بالإجماع فيما إذا شرط القطع، ولأن العادة، وده كلام جميل جدا، في الثمار الإبقاء فصار كالمشروط. وهذا يرد على أبي حنيفة، يعني إذا باعها مطلقا العادة إيه؟ أن تبقى، فصار كأنه ها باعها بشرط الإيه؟ التبقية. المهم نختصر. قال ابن حجر رحمه الله، قال قوله باب، أي البخاري: باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. قال: ولم يجزم، يعني ما قالش باب تحريم بيع الثمار قبل أن يدعو. البخاري أحيانا يجزم بالإيه؟ بالحكم، باب تحريم كذا، باب جواز كذا، لا بيجزم بالحكم. هنا لم، ها، بل قال: باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. قال: ولم يجزم بحكم في المسألة لقوة الخلاف فيه، وقد اختلف في ذلك على أقوال، فقيل يبطل مطلقا وهو قول ابن أبي ليلى والثوري، ووهم من نقل الإجماع، وقيل يجوز مطلقا ولو شرط التبقية. انتم معايا ولا لا؟ يقول ولو شرط، وهو قول يزيد بن حبيب، وهم من نقل الإجماع فيه أيضا، وقيل إن شرط القطع. يبقى هنا ما فيش حاجة اسمها إيه؟ يعني في ناس تبطله ها مطلقا، سواء شرط اجماع ولا ايه، شرط، اسف، شرط القطع او لم، ها يشرط معايا. وهناك من يجوز مطلقا ولو شرط الايه، التبقيه. ولذلك هو يقول في الاولى قال ابن ابي ليلى والثوري، وفي الثانيه يزيد ابن ابي حبيب اللي هو مفتي مصر وعالم مصر. قال: وقيل بقى ان شرط القطع لم يبطل، وهو ده قول الايه، الجماهير كما هو معروف. اذا يعني بس ضربت مثال ان ربما بعض العلماء ينقل الاجماعات وهو ممكن يعني يبقى مستدرك عليه رغم متانته، وان كان مخالفه واحد والاثنين ايه يعني لا تؤثر. المهم يقول هنا بعد الحته دي: قال لغير مالك الاصل، فان كان له، اي لمن، ها، لمالك صح لحصول التسليم المشتري على الكمال، يعني بعنا له الاصل ثم بعنا له الايه. قال: كبيعها مع اصلها، وبدلوقتي قياسا على بيعها مع ايه، هل هو كبيعها مع اصلها؟ لا. قال في الشرح: وبيع الثمره قبل الصلاح مع الاصل جائز بالاجماع. لا، دي صوره غير صوره ايه اللي هي دي، ده مع اللي هي فين، ها، الاولى. فهمتم؟ ولذلك السبوره مهمه جدا لفهم ما في الكتاب. فهمتوا الفرق؟ الحاجات دي بدون السبوره لن يظهر الفرق. ها ظهر؟ ها ماشي. قال: ولا بيع الزرع قبل اشتداد حبه للحديث. قال الحديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهوه، وعن بيع السنبل حتى يبض ويأمن العاهة، نهى البيع والمقطع. ولهذا استنبط جمهور الفقهاء انه يجوز بيع الحنطة في سنبله، يعني القمح فين، ها، في سنبله، واضح، بعد بدو الايه، خلافا للشافعي. لا،
قالوا ايه المشكلة، يفرق البعض وهيعرف. وردوا على الشافعية بأنكم أجزتم بيع الشعير في سنبلي سنبلي، فما الفرق بين القمح والإيه والشعير؟ سبحان الله، الإنسان ضعيف مهما يكون. المهم، قال ابن المنذر: لا أعلم أحدا يعدل عن القول به لغير مالك الأصل. نفس المسألة الإيه، كيف هذه كالآتي الصورة، باع أرضا وفيها قمح لم يبدو صلاحه، هو لمن؟ للبائع، والمشتري أخذ الأرض، ثم ظل البائع يتردد على الأرض فتغيظ المشتري فأراد أن يشتري الزرع قبل أن يبدو فصححها الحنابلة، قاسوا على أنها بيعت معه، وأنتم عرفتم ما في الكلام. ما رأيكم؟ جيد؟ جيد. على فكرة الحنابلة عندهم قولين، لأنها تختلف عن الصورة الأخرى قطعا، لأن هنا مستقلة وليست إيه؟ تابعة. بارك الله فيكم. يقول: فإن باعه لمالك الأرض صح لحصول التسليم المشتري على الكمال، فإن بيعت الثمرة قبل بدو الصلاح أو الزرع قبل اشتداد بشرط القطع في الحال صح، وقد حكي فيه الإيه؟ الإجماع، وإن لم يكن في هناك إجماع دقيق يعني. المهم، صح إن انتفع بهم، هذا واحد، وليس مشاعي ده الإيه؟ وليس مشاعي ده التاني. ليس مشاعي، مشاع. هنقول الاثنين يعني. إن صح إن انتفع بهما قطعا، يعني ما يعني لا يأتي فيشتري ثمرة قبل بدو الصلاح ولا منفعة فيها. أنتوا معايا ولا لأ؟ يعني العنب قبل بدو الصلاح حتى ممكن لا يصلح للتخليل حتى. أنتوا معايا ولا لأ؟ ولا يعني لابد أن يكون هناك إيه؟ منفعة، وإلا سيكون إضاعة مال أو في الحقيقة حيلة. يعني يقول: بعتك بشرط القطع، ثم لا يقطعان. أنتوا معي ولا لا؟ وتكون حيلة لكي يبيع الثمار قبل بدو الإيه؟ الصلاح. هذه الأولى. وليس مشاعي. ما معنى مشاع؟ يعني الآن أنا ورثت مثلا بستانا عن أبي، وأخي معي فنحن شركاء، له النصف ولي النصف، أين نصيبه من نصيبي؟ مشاع، غير متميز، صح؟ فقلت له للآخر: بعتك نصيبي بشرط القطع، أين نصيبي من نصيب الآخر؟ لا. ولذلك في الحقيقة لا يمكن أن يقطع بدون قطع ما لا يملكه، لأنه يقطع إيه؟ مستحيل أن تقول هذه ملك وهذه إيه؟ لأن كل ثمرة تقطع هي بيننا ها نصفين، فقد قطعت نصيبك ونصيب ها شريكك، وأنت لا تملك أن تبيعه. إذا لابد أن يكون غير مشاع، منفرد. تفهميني ولا لا؟ حتى لا يبيع ملك غيره. ما رأيكم؟ بارك الله فيكم. واضحة مرة أخرى، صح؟ هو صراحة كتاب المنار رائع وسهل وسلس، واضح؟ أحيانا بيبقى في بعض الأحكام التقيلة بس لابد. قال: لأن المنع لخوف التلف وحدوث العاهة قبل الأخذ، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس، رائع، بيجيب حاجات من المغني، حاجات من الكافي، حاجات ممتاز، وإن كان هو بيختصر ساعات يعني إيه. المهم، قال بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس: أرأيت إذا في رواية فيها إن إذا منع الله الثمر بينقل كلام قدامى، نص اللي احنا لسه قارينه من المغني، صح؟ وهتلاقيه موجود في الشرح الكبير، لان الشرح الكبير بين اللي هو دايما بياخد عن الشرح الكبير. رأيت إذا منع الله الثمرة بما ياخذ احدكم مال اخيه، رواه البخاري. وهذا مأمون فيما يقطع، صح؟ يعني المغامرة دي والغرض ده مش موجود فين؟ ها؟ فيما يقطع، فيصح بيعه. فإن باعهما بشرط القطع، ثم حدث المحذور، قال: ثم تركه المشتري حتى بدا الصلاح أو طالت الجزة أو حدثت أخرى فلم تتميز. الله المستعان. مكتوب إيه؟ قل لا تخف. تركه للمشتري؟ لا، تركه المشتري أحسن. من الذي سيقطع، البائع ولا المشتري؟ يبقى المشتري هو الذي ترك، وليس البائع الذي ترك القطع. ما فيش أو، هو كده. طبعا كده صدقوني، اصبروا. الآن هو باع
ثمرة بشرط القطع، ها، والمشتري لم يقطع. أمامنا حالان في الحقيقة. المذهب طبعا يبطل خلاص المسألة، إيه، منتهي. والصحيح أن يفرق بين هل كان هذا حيلة أم لا. تفهمني ولا لا؟ يعني إيه؟ لو إن هو زي الشافعية كده من مدرسة الألفاظ، يقول له احنا عايزين نشتري قبل بدو الصلاح، يقول له حرام، يقول له ما فيش مشكلة، قالوا ان ينفع بشرط الايه، انا اشتريته وهم متفقين، ها، انهم مش ايه، مش هيقطعوا، لا، لابد من النظر للمعاني، صحيح ولا لا؟ فان كان حيلة فلا ريب ان البيع ايه، وهذا اقوى الاقوال في المذهب. على فكرة المذهب في عدة اقوال، من الاقوال الجيدة فيه انه يبطل ان كان حيلة، يبطل. هنا طبعا ابطله مطلقا الرواية الاولى، مشهور المذهب، انتم معايا ولا لا؟ والصحيح اننا نفرق هل كان هذا عن تواطؤ وحيلة ولا لا. فهو كأنهم يريدون ان يعني ايه، يتحايلوا على النهي الشرعي، صح؟ مش جاي معاكم ولا ايه؟ يعني دلوقتي يا اخوة، واحد راح بستان بيسألني، يا شيخ انا عايز اشتري، يلا بقى خلاص عايز اشتري، يعني ايه، بالعاميه بالعاميه، دلوقتي راح اشتري ايه، برتقال، وهو لسه كده استفند، هو لسه كده. قلت له حرام، قلت له سمعني انا بقول لواحد ايه، لو ايه، لو اشتراها بشرط القطع وقطع فورا يبقى كده البيع ايه، سيقال له طب ما سهله ايه، طب ما نقول اشتراها بشرط القطع ولا نقطع ولا نحمل، يبقى هم متفقين على انهم هيبقوا ولا لا، بس في لحظه في اللفظ ما ايه، ولكن قالوا لفظا بعتك بشرط القطع، وقال قابلت منك، يبقى كله بايه، وهم ها فعلوها ايه، حيله. لكن في صوره اخرى، المشتري اشترى بالفعل، كان يريد ان يقطع ليخلل، صحيح، ثم اصابه مصاب، قالوا ادرك قريبك، اخاك فلان، اباك، انه في العنايه المركزه في المستشفى، فشغل به ونسي تجارته تماما، واضح ولا لا؟ فاذا بالثمار قد ها بعد بدا صلاحها، صح، كانت غير بديهة ايه، بدت، او اشترى جزة. الجزة هنا ما فيها مشكلة اصلا، لان الجزة لا علاقة لها بايه، الجزة الان هذا برسيم، اشترى هذا هذه الجزة ثم تركها في ايه، فطالت. بلا شك البيع في الاصل كان صحيح، صح، وهنا ما في محظور، هو اقصد يعني ليست مسألة كبدو الايه، هو المنع هنا من الترك لا لحق الله ولكن لحق من، البائع. تاني، الان اشترى البرسيم ارتفاعه شبر رين مثلا، الشبر ده يبقى صغير بتهيألي، ما ينفعش، ما يعملش حاجة مع البهائم، يعني ارتفاعه ايه، تمام، صح كده، فتركه. حلو، في الحقيقة هو كان سيقطع لو قلنا ارتفاعه 15 وكام سنتي بالتقريب، 30، ما شاء الله. ماشي، المهم الناس خلاص، يعني كما قال، المهم لا اريد ان ما اقصدش، اقصد فعلا ممكن الناس، انا مش عايز، أنا لا اقصد الجزء السيء، اقصد الجزء الثاني. يعني الحسن بيقول لقد بلغ من علم احدهم بالدنيا ان يضع الدينار في يده فيخبرك بوزنه ولا يحسن ان يتوضا. فطبعا انا ما اقصدش الجزء الثاني اللي هو لا يحسن ان ايه، لكن اقصد الناس خبرتها في الدنيا ممكن تصل لكده فعلا، ان ايده ميزان حساس، متخيلين؟ لان الدنانير زمان كان بيبقى فيها غش، فهو هيضع كده يعرف فيه غش ولا لا، يخبرك بما فيه، ده مش ممكن، واضح؟ ها، على فكره الناس اصلا بتشتري فدادين، عدد كبير من الافدين يشتري طرح بعد بدو الصلاح ويقيمه فورا، فورا، يعني ايه، يمشي مع اخوه يقول له كام خط في كام خط، وهو يمشي كده واخوه يقابله كده، هو يقولوا لي مثلا، وايه بالتقريب يضرب خلاص جابوهم موافقين، ويجي منزل التلت الربع عشان يبقى ده بالنسبه له الايه، الامان، صح كده، وخلاص ما شاء الله لا قوه الا بالله، ولا تقول لي ولا انا ولا انت لحد السنه الجايه نفهم الموضوع ده. الغرض المقصود ان هنا ايه، قلت 30 سنتي مش كده، هو سابه فايه، فطال. في الحقيقه الجزء الجديد ده ها
بتاع مين؟ البائع، بس اختلط بايه؟ بالمشتري، صح؟ هنعمل ايه؟ دي الصورة التانية نقرا بقى. قال او طالت الجزة، تمام؟ او حدثت ثمرة اخرى فلم ها تتميز. يعني لو فرضنا ان الـ النخلة دي او البتاع ده بيطرح ثمرتين، ودي بقت مشكلة، فجت ثمر اخرى وما ايه ها ولم ها تتميز، ثم ولا لا ما عرفناش نميزهم عن ايه؟ عن بعض. هو طبعا بلا شك دي لها صور، يعني لو كان اشتراها بعد بدو الصلاح غير لو اشتراها قبل ايه؟ لان لو اشتراها بعد بدو الصلاح قطعا ده بيع صحيح، بس كل ما في الامر ان جاء بيع جديد ها فالابطال هنا صعب. هنقول لهم اصطلحوا، انتوا مستوعبين؟ لا، هنقول لهم اعملوا ايه؟ اصطلحوا، اعملوا ايه؟ صلح. واضح؟ ده عامل زي ايه؟ زي ان انا اشتريت شويه قمح زي ما بيقولوا كده في الكتب، وكان هناك قمح اخر مدخر للبائع فانثال علي، يعني ثقب او انسان دون ان ينتبه بيعمل كده فقطع الشكاير فنزل ايه؟ قمح على قمح. وللاسف كنا اشترينا جزاف ما اشتريناش بالكيلو، يعني اشتريناه على ايه؟ ما نعرفش كم ايه بالظبط، فدخل ايه؟ شيء على شيء ما بقيناش عارفين. بقينا نصطلح، ده الصحيح، وهنجبرهم على الاصطلاح. يوقف الامر حتى ايه؟ اصطلح في مثل هذا. غير بقى لو كان قبل بدو الصلاح. طب نشوف. قال او اشترى عارية ليأكلها رطبا. خدناها قبل كده؟ ولا ما خدناهاش؟ خدناها صح؟ عشان لو ما خدناش اشرحها. يبقى ما خدناش، السكوت ده معلومة. يا اخوة ذكروني لان الدروس التانية مشتبهة. الدروس مشتبهة والله، يعني ممكن اظن ان انتم وتطلعوا مش انتم. والكتب قريبة من بعضها. فهو الكتب اللي هنا ولا فهمتي ولا ما، فانا مش عارف ايه في ايه. هقول العرية لها صور، الحنابلة لهم تصور. الحنابلة لهم ايه؟ تصور. ايه تصور الحنابلة عن العرية؟ فطبعا النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر الا في العرية. الثمر اللي هو الرطب. الثمر اللي هو الايه؟ نهى ان يباع بالايه؟ بالتمر الا فين؟ في العرية. ابتدى يقولها لكم. ها؟ صح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الرطب بالتمر، مش كده؟ ايه العرية لها صور؟ صورتها عند الحنابلة ايه؟ ان في ناس فقراء. ناس يا شباب فقراء ليس معهم نقود، ليس معهم معهم تمر زكي عليه، تمر مدخر من العامل ايه معهم تمر، ليس معهم نقود. اتى الموسم الجديد وظهر البلح الرطب، يريدون ان ياكلوا رطبا ليتفككوا. واضح؟ تعبت اشداقهم من من شده الايه؟ التمر. يريدون ايه؟ شيء لين رطب يتفكك. فهنا ليس معهم نقود، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم رغم ان هذا ايه؟ محرم، ان يشتروا الرطب بايه؟ بالتمر. مع ان الاصل يجوز بيع الرطب بالايه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عليه الصلاه والسلام عن بيع الرطب بالتمر قال ينقص الرطب اذا يبس؟ قالوا نعم. قال فلا ايمان. ايه رايكم، سهله ولا مش سهله؟ ايه الاخبار؟ فصلت فصلا شديدا لسه شويه. لا اخوه كويس، جزاه الله خير والله. ان شاء الله تيجي من العمل على الدرس حاجه رائعه صح. فهنا دلوقتي نهى صلى الله عليه وسلم الا في العرايه بقى. فهنا رخص ان الفقير ده هيشتري الرطب، واضح؟ بخرصها تمرا، يعني يشوف الرطب ديت لما تنشف هتبقى قد ايه تمر، ويديها ايه؟ الكيل بتاعها لمين؟ ها؟ لمالك الايه؟ الشجره. ومالك الشجره يخلي بينه وبين الايه؟ الشجره. القبض حسب، يعني التمر هيتقبض فين؟ في اليد. اما اللي على الشجره ده اتقبض ازاي؟ بان يتركه للايه؟ للشجره. خدها الفقير ايه؟ رطب. سبع لحد ما بقت ايه؟ هل كانت حيله؟ لا، هذا محتمل صح؟ ومحتمل ان يكون لايه؟ لامر شغله، صحيح ولا لا؟ فان كانت حيله أبطلناها، لأن في الحقيقة إنما جوزناها للحاجة، ولكن لما تركها تمرا ظهر أن هناك حاجة ولا ليس هناك حاجة؟ ليس. لا نصححها، لكن في الحقيقة لو كان والله أعلم لا حيلة فقد وقع العقد. هو ده الفرق الجوهري، إن لو حيلة فالعقد باطل من البداية.
لو لم يكن حيلة فالعقد في البداية كان فلا ينقلب باطلا والله أعلم. ولهذا قلت إذا لم يكن حيلة يكون إيه صحيحا معايا ولا لا؟ ولكن يبقى الكلام كيف نحل المعضلة؟ والله معضلة. ليه؟ أنا عندي بعض الصور شايفها معضلتها ليس فيها معضلة. زي إيه؟ اللي هيجيبها كمان شوية، اشترى خشب، تعرفون بيشتري شجر لكي يجعله فحما أو شيء، أنتوا معايا ولا لا؟ طيب تركه حتى إيه؟ الشجر بجذره ملك من؟ المشتري، فتركه حتى كور. دي مش مشكلة خالص. ليه؟ لأن ما فيش اختلاط بحق آخر، صح؟ فقط بلا ريب كما قال ابن بطة من كبار الحنابلة يدفع الأجرة. فتية منضبطة تماما. يعني اشتريت الشجر وبدل من أن أقطعه تركت، فطال الإيه؟ الشجر، صح ولا لا؟ طال. ملكي ولا مش ملكي؟ ملكي، ولكن شغلت الأرض أدفع أجرة. لأن كان مفترض أقطع من إيه؟ من مد، صح؟ فهذا لا مشكلة فيه، لكن الثمرة والله فيها مشكلة فعلا. فيها مشكلة. ليه؟ أنا اشتريتها صغيرة، صح؟ كبرت، صح؟ معايا ولا لا؟ طب الآن هي كبرت، في الحقيقة كبرت، هي نفسها كبرت، ولكن أمدتها الشجر التي يملك لمن؟ لا، للبائع. أنا اشتريتها بشرط القطع، صح؟ صح ولا لا؟ فتركتها فكبرت، زادت من الشجر. وبعدين لو قلنا كالشجر الذي من منذ قليل أنه يدفع أجرة، الأصل إن الشجر ده ليس له إيه؟ أنتوا معي ولا لا؟ يعني أنتوا فاهمين ولا لا؟ هي لا، مش ملك المشتري. إحنا دلوقتي عطلنا الشجرة يا شيخ، يعني أنا سبت الثمرة على الشجرة، صح؟ الشجرة دي أنا معطل الراجل، أنا معطل أه، بس الراجل كان يعمل إيه في الفترة دي؟ غير إن أنا لو خلعت الشجرة ديت كان المفروض الراجل هيزرع مكانها، هيعمل هو دلوقتي عامل إيه؟ متعطل، فهو مديله إيه؟ صح؟ لكن كده كده الثمار كده كده العادة إنها بتنتظر، سواء بقى قطعت ما قطعتش، كده كده الثمار بتطلع لسه الموسم بتاعها لما يجي يطلع الزهر. انا مش عارف صعبتها عليكم ولا لا. انا عايز اقول لكم ان في مسائل فعلا معضله، يعني غير مساله الجزه. يعني الجزه حقيقه يقال ان الزياده للبائع وخلاص، لان انت المشتري كان لك كام؟ 30 سم. اللي زاد ده بتاع البائع اللي انت كنت هتحش، والجدر هيطلع، صح ولا لا؟ الجدر هيطلع، يطلع الجزء ده بتاع مين؟ البائع. انتوا معايا ولا لا؟ ففي مسائل سهله، مساله الثمره دي ايه؟ فيها قدر من الاشكال، ماذا نصنع؟ الشافعيه يقولوا كلام جميل، ان البائع لو طابت نفسه لمين؟ ها؟ للمشتري، خلاص ياخدها. ها؟ مش اللي هو ايه؟ الباع كده كده ايه؟ واضح؟ بس لو اتضايق ان هو كانه خدعه، وبدل ما يدفع الاف مؤلفه، آه دفع ايه؟ انتوا معايا ولا لا؟ دفع اي شيئا ايه؟ قليلا، صح ولا لا؟ مش جايه معاكم؟ مش هو ممكن يكون خدعه؟ هو دي مشكله ثانيه، ان انا هقطع، فبالتالي بيشتري ايه؟ واستغل ان الباع محتاج للنقود، ولا انا هقطع دلوقتي وخلاص، وانا هوفر عليك بدل من ان تنتظر، خد. وبعدين فوجئ انه تركها شهر شهرين حتى ايه؟ بدا الصلاح وبدا ايه؟ يعني خلاص تباع باسعار مضاعفه. انت بتيجي نقرا اللي في الكتاب بعد ان انا حيرتكم كده. حيرتوا صح؟ انتوا على فكره تحييركم ده هتلاقوا هم اتحيروا دلوقتي. يعني اقصد اجتهد كتير يعني. تعال شوف كده. بعد البدو ممكن يصير عليه؟ بعد البدو قطعا. لا ده هو ده المنطقي، هو بعد البدو اصلا ربنا سبحانه وتعالى زي ما بيقولوا العلماء، مش عارف اظن الخطاب اللي بيقول كده، ان من رحمه ربنا انه ما قدرش ان الثمار تطيب في وقت واحد ليطول موسم التفكه، ان الناس تستمتع مده طويله. فاهميني ولا لا؟ مش ان هو بقى هوب في يوم واحد ولا يومين اللي يحصل كل الايه؟ الجوافه تستوي، يبقى الناس قدامهم اسبوع ياكلوا جوافه وبعد كده ايه؟ ينسى الجوافه. لا، ربنا قدر كده والله ليطول موسم التفكه، وان الناس قد يعجزوا عن ان هم يحصدوها فين؟ في مده قليله، فكده حاجات كتيره ايه؟ هتتلف،
سبحان الحكيم الرحيم سبحانه وتعالى. لا العلماء بيراعوا ما بيقولوا معاني عظيمة جدا جدا. تمام؟ مو تمام. طيب يقول شكلكم عايزين الشرح كله من اول الكتاب بالطريقة دي الهادية وليه؟ ها؟ ولا ما تخلصش ابدا. يقول بس في حتة تحتاج وقفة بس شوية. فإن باع بشرط القطع ثم تركه المشتري حتى بدا الصلاة أو طالت الجزء أو حدثت ثمرة أخرى فلم تتميز أو اشترى عرية ليأكلها رطبا فأثمرت بطل البيع. فاهمين كده؟ اللي ما حد عنده لأ كنا رخصنا للحاجة وظهر أنه ليس هناك إيه؟ حاجة. والأصل آسف والأصح عندي والله أعلم الرواية التي عن أحمد التفرقة بين الحيلة وإيه؟ وعدمها والله أعلم. وعنه لا يبطل. طب يعملوا في الزيادة بص الأقوال ويشتركان في الزيادة ثم ولا يبقى إذا كيف يشتركان سنقيم ها تفهمني ولا لا سنقيمها ها لما كانت عندما اشتراها كم كانت تساوي ونقيمها الآن والفارق يقسم بين الإيه ثم ولا هذا قول. وعنه يتصدقان بها بعيد عندي فاهميني ولا لا؟ بعيد ده وراء لو مش قادر يحسب انتوا معايا ولا لا؟ المسألة فيها كتاب كبير فقال ايه؟ يتصدقاني لكي تروا ان العلماء احيانا من شدة الاختلاف قد يفتوا بورع. ما حدش بيقول لك الجماعة السلفيين دول كل الفتاوى عندهم بالورع مش كلها بس في مسائل العالم أئمة كبار يعني إمام أحمد هنا واضح ولا لا؟ بس طبعا ده عنده على سبيل الاستحباب زي ما قال الأتباعي يتصدقان بها قاله في الشرح. انا ما زلت ميال انها للمشتري انها لمين ها ويستسمح البائع وان لم يكن يسترضي بشيء واضح لان هي في الحقيقه في النهايه ثمرته وايه وزادت تفهمني ولا لا؟ يعني هو الان الثمره دي هو اشتراها بقت ملك لمن؟ له زادت له واضح؟ البائع يعني طابت نفسه خلاص ما طابتش لو استسمحوا بشيء فهذا خير واضح كده ولا لا؟ لانه ايه ها في الحقيقه يعني يقول لو استسمحوا بشيء فهذا جيد او ان هو يعني ابن رجب بعد ما قال نقول الاجره. طب ابن رجب زعلان من قول القاضي قول القاضي ابو يعلى ان زياده لمين؟ المشترك. قال هذه ليست نصوص احمد لان نصوص احمد يا مشتركان يا باطل. لو قلنا باطل يبقى زياده لمين؟ للبائع. كل شيء للبائع بقى خلاص سيرد الايه؟ ما اخذه صح سيرد الثمن سيرد فاهميني ولا لا؟ او يتصدقان. هو بقول لك دي مخالفه لنصوص احمد ان انت تقول الزياده لمين؟ للمشتري. ولكن كانه بيوجه الكلام ولو قيل مع ذلك ان هناك اجره يبقى جيد. بس رجع بيقول ان الشجر ملوش ايه؟ ملوش رخص. ممكن نقول يدفع شيء مقابل ها شغل المكان او ان هو ها يعني كتعويض ان هو شيء يعني لم يمكن الراجل مثلا ان انت لو شلت كان ممكن الراجل يبتدي يعمل ايه؟ ينظف. لا هو مش هيزرع ولا حاجه جاهز بقى السماد بشيء الى غير ذلك والله اعلم. لكن الذي استريح له والله اعلم انها للمشتري. طبعا القدر بيعلى بيقول ايه؟ بيقول ده زي ما اشترى عبد صغير وسمن. لو العبد بحاله كده سمن ما في النهايه ده عبدك من غير الثمره اللي عماله تاخد منين؟ اظن انتوا فهمتوا الكلام. شغلتوا دماغكم خالص النهارده حتى ينفجر. ثواني بقى قال ما سمعتكش كويس اصبر. وان اشترى خشبا فاخر قطع فزاد صح البيع ويشتركان في الزياده. ده ضعيف. اشتري زي النص عليه برغم وقدم الفائق ان الزياده للبائع ده كده عيل بعيد جدا. واختار ابن بطه ان الزياده للمشتري وعليه الاجره افضل قول. بصراحه قول جميل ويقال مثله في الصبر ان احنا نفرض شيء على مين؟ ها؟ على المشتري. اما في الشجر في الخشب ده لا شك في ذلك ان شاء الله. ليه؟ لان هذه ها؟ تمام ولا قبلين من جذرها الى
نهايه ملك المن للمشتري. هي الاصل نفسه اللي هو اصل الشجره ولا ثمره خلاص. فهي بحال هو فقط شغل الارض فايه ها فيدفع اجره كلام بليه، لان كده في الحقيقه بيشغل ارض بيضاء، والارض البيضاء لها اجره. الارض البيضاء ها اما البساتيكه ما لهاش اجره ولا مش وقت. قال وصلاح ما شاء الله ما شاء الله. هو هنا بدا ايه خلاص خلص تمام يا اخوه يلا بس عشان نخلص كده. وصلاح بعض ثمرة شجر، ولو شجرة في بعض النسخ لا بأس. يعني إيه؟ هو الآن سيبدأ رويدا رويدا رويدا، وهو هناك جزء لا خلاف فيه. ما هو؟ الآن شجرة في البستان كله، في البستان بدأ الصلاح في ثمرة، فهل تكون او يكون الصلاح في هذه الثمره صلاح لهذه الشجره فقط ونبيع شجره شجره، ام يكون صلاح لجميع النوع، ام لا وكده لغه غلط، ام يكون صلاحا لجميع النوع، ام يكون صلاحا لجميع الجنس، ام يكون صلاحا لجميع الجنس في البستان وما قاربه من بساتين البلدة. تفهمني؟ هذه كلها أقوال، هذه كلها أقوال. انتوا معايا ولا لا؟ لا انت لازم تشغل دماغك معايا. انا كنت اقراه من كلام الحافظ ابن حجر، بلاش اقراه، هو جميل جدا. ابن حجر عرضه زي ما قلت كده، عرضه عرض رائع مرتب منمق. أنا سأعرضه الآن. في جزء لا خلاف عليه، إن هو إذا بدا الصلاح في شجرة فإيه؟ فهو الشجرة كلها إيه؟ تباع، ولا يمكن أن نقول ها أن نبيع الشجرة إيه؟ ولذلك الأقوال ستكون بعد هذا. أحمد قال يباع النوى وفي البستان فحسب. أنتوا معي ولا لأ؟ وهذا أصح الأقوال. ليه؟ لأن عندي التمر أنواع، قرحي، سكري، مجدول. عارفين ولا مش عارفين؟ أنت مش عارفين؟ خلاص البرتقال بسره وبلدي وسكري، هذا معروف؟ معروف ولا مش معروف؟ إذا على كلام أحمد شجرة من أبو سرة، حلو بقت عملية وبايظة، شجرة من أبو سرة بدأ فيها إيه؟ يبقى هنبيع كل البرتقال بسرة في بستانك أنت يا عمرو، مالناش دعوة بإيه؟ عند الشافعية لا البرتقال كله. لان ده الجنس. ابو انتوا معايا ولا لا؟ يبقى الانواع كلها ستباع تبعا لايه؟ عند المالكيه لا ده احنا هنبيع البساتين بس بشرط يكون الصلاح ايه؟ ها؟ يعني متلاح. يعني عند المالكيه انت ايه بتبيع برتقال هنا بدل الصلاح يبقى برتقال زي لك يبقى انتوا معايا بس يكون الصلاح ورا ايه؟ ده الملكيه بتوسع قوي كده. وهذا امن الاقوال قول احمد. كل بستان مع ايه؟ مع حاله، كل نوع وفقط. وهذا الذي في الكتاب، انظر الذي في الكتاب، انظر تمسك بالمد وانسى الشرح ثم اقرا الشرح بعد ان تقرا المد يظهر لك كل شيء. قال وصلاح بعد ثمره الشجر صلاح لجميع نوعها الذي للبستان ولا جميع جنسها. فهمتوا الفرق بين الاثنين طبعا صح؟ قال ما شاء الله لا قوة الا بالله. فاضل ما باقي شيء الا يعني ازاي نعرف هدوء الصلاح وبعدين مسألة الجوائح وخلاص. قال وصلاح بعد ثمرة الشجر صلاح للجميع. قال في الشرح الان في خلاف وصلاح لجميع نوع الذي بالبستان لان اعتبار الصلاح في الجميع يشق ولانه يتتابع غالبا. طبعا يشق، مش معقولة شجرة ايه وبعدين يتتابع، يعني اذا بدأت بشجرة بكرة تلاقي الشجرة وهكذا. قال هذا اذا اشترى جميعا، فإن اشترى بعضه فلكل شجرة حكم بنفسها. صعب شوية يعني. هو عمل بقى يعني هو اللي ايه اللي صعب يعني. قال له بص انا مش هقول لك البستان كله، الشرقي ده انا هبيعه لواحد والغربي بعته له. حلو. فهنا بقى طالما قسمت هيخليه يمشي ايه هذا. طبعا بلا شك سيكون عسيرا لو كان الغرب ده 20 فدان. تمام يعني
يبدو ان ده بيتكلموا في بساتين زمان يعني ليه. اما لو نظروا الى الايه البساتين اللي هي ده صعب ان احنا نبيع ايه شجره شجره والله. لكن اذا كان في الحقيقه بقول بص على الصحيح من المذهب يعني صحيح من المذهب لان في اختلاف. ليه؟ لانه بيقولوا يا اخواننا اليس كان يمكنه ان يبيع البستان كلها صح ولا لا؟ فاذا كان هذا الذي لم يبدو سيباع تبعا لما ايه؟ لكن طالما افردتك كان هذا لا علاقه له بالبستان. قال لا بل لا تغمض عينك عن الباقي، انظر الى الايه؟ الى باقي البستان، فهذا سيباع ايه؟ تبعا لهذا ولا مشكله، كانهما بيعا سويا. تفهمني ولا لا؟ لانه قال منذ قليل ان الصلاح يتتابع. بارك الله فيك. مع كبر البستان لا يمكن ان نقول لكل شجره ايه؟ صعب 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 جدا جدا. جربتموه؟ اظن مستحيل ان تباع ايه؟ شجره شجره. عنهم قال: فصلاح البلح ان يحمر او يصفر، يا ليته قال ان يحمار او يصفر كما قال عليه الصلاه والسلام: تحمار او تصفر، يعني بدايه الحمره وبداية السفر بدو الصحر بداية وليس تحمر تحمر معايا ولا لا؟ لا ده هذا يعني عندما يصل الأمر ليس بدو الصلاح بل سيكون تمام الصلاة. قال لأنه صلى الله عليه وسلم عن أبي ثور اعتذر قيل أنس ماذا هو؟ قال تحمار أو تصفر. هذا قول أنس مازرع أخرجه تحمار أظن واضح في الصحيح. قال والعنب أن يتموه بالماء الحلو. واضح معي ولا لا؟ لحديث أنس مرفوع نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى تطيب وفي رائحة حتى تطعم يعني تؤكل يعني. قال وما يظهر فمن إذا أنا نهى عن بيع العنب حتى يسقط وعن بيع الحب حتى يشتكر والخبز. طبعا هذا في نوع معين من العنب يعني الذي يسقط. وبقية الفواكه طيب أكلها وظهور نضجها. هي طبعا بدايات النضج وليس نهي. التعبير النبوي واضح بدو الصلاح وليس ايه تمام الصلاح. لان يا اخو ده من رحمه ربنا ان البائع هيخلص بقى يبيعها وهي بدس والمشتري هيبتدي يبيع لما ايه كل اللي يصلح بقى انه يوكل هيعمل ايه هيجمعه وهكذا براحته واحده واحده واحده. واضح. قال الحديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم نبى الثمر حتى تطيب وفي رائحه تطعم متفقون عليه. وما يظهر فما بعد فم كالقثاء والخيار. وهذا يدل ان القثاء غير الخيار لان بعض المعاصرين كانوا بيشرحوا كلام السابقين لانهم يبدو انهم مش عايشين في مصر فكانوا بيقولوا القثاء هو الخيار. لكن هذا الرجل يعني الشيخ مرعي شامي فيبدو انه كالمصريين يعني يفرق بين القثاء والايه. اما المصريون فقطعا يعرفون القثاء ويعرفون الايه. لكن وجدت في بعض كتب اهل الحجاز انهم يفسرون القثاء بالخيار. فهذا بلا شك لانه يعني لم يبدو الله اعلم انه لم يكن منتشر عندهم الايه؟ القثاء فظنوا ان القثاء هو الايه؟ الخيار. ولكن القثاء غير الخيار فهو طويل كبير ولا لا؟ الخيار الكبير. الخيار الكبير. الخيار الاستراتيجي. شرح ثالث. طيب انتم اظن لا تحتاجون. انا طبعا كان احيانا اشرح الدروس فكان يحضر بعض الاخوه اللي اظن كان اخوه من بلاد ثانيه خالص فيقول لي هذا فجوس. انا ما اعرفش فجوس. انا ما اعرفش هو بيقول عليه فجوس يعني فجوس خلاص. فقلت اتاري زمان كانوا بيقولوا خيار ولا ايه؟ ولا فجوس. فيبدو ان المثل ده ليس مصريا. طبعا المطبطه النهارده تعزف كتير. بسم الله. قال وما يظهر من كالقثاء ان يوكل عاده كالثمل قياسا. قال في الشرح مساله جديده ويجوز لمشتري الثمره بيعها في شجرها. روي ذلك عن الزبير بن العوام والحسن البصري وابي حنيفه والشافعي وابن المنذر وكرهه اي حرمه ابن عباس وعكرمه وابو سلم لانه بيع له قبل تطيب. الجمهور قالوا المشتري اذا اشتراها يبيعها ايضا على الشجر. انتوا معايا ولا لا؟ قال ولنا انه يجوز له التصرف فيه يعني ينفع ايه؟
بأي نوع التصرف ينفع إيه؟ يعني هو لو عايز يهبه وإن قطع فجزى كما لو قطعه. وقولهم لم يقبضه ممنوع، فإن قبض كل شيء بحسب، وهذا قبضه التخليل وقد وجدت إنتهى. وما تلف من الثمرة قبل أخذها فمن ضمان البائع. واضح؟ معايا ولا لا؟ يبقى هنا المسألة المشهورة، لو الثمرة اختلفت قبل أن يأخذها من؟ المشتري، ولكن بغير تقسيم بعد بدو صلاة هو شفه وهو قائم بأي حاجة، المهم إن ما جاش وقت ها؟ وقفلي هو ما قالش قبل أخذها، يعني لم يؤخرها عن الوقت المعتاد، ليس لها علاقة بدو صلاة وإيه؟ لا، هي لها وقت بإيه؟ هل هذا وقت جمعها وحصادها أم لا؟ لو أخر يتحمل المشتري فورا، لو إنه لم يأتي وقتها فهذا خلاص إحنا وسعنا على البائع يا أخي، انتبه، إحنا وسعنا على البائع ليه؟ بدل ما نقول له ما تبيعش غير لما شجرش أو لما يبدو ثمرة، عملنا إيه؟ وسعنا، بس الأصل البائع يسلم الحاجة جاهزة للبيع لمين؟ للمشتري في الحقيقة، أنتوا معايا ولا لأ؟ ولذلك الشرع هيرجعها تاني للبائع لو ايه؟ طب ليه الشرع يجوزها اصلا؟ لان الاغلب ده ما بيحصلش. لان اذا بدا الصلاح قد امنت العاهه. تفهمين ولا لا؟ ولكن امنت فين؟ في الاغلب، وهذا من توسعه الله على عباده، ان البائع يبيع ويستريح. تمام كده ولا لا؟ والمشتري ياخدها ايه؟ لان المشتري تاجر. فدي شغلته بقى، البائع مش هو المدرك بقى بيودي اسواق هنا واسواق هنا واسواق هنا، واضح؟ المشتري هيبقى ده تخصصه، يعرف يودي هنا، عنده اماكن صرف هيعرف يصرف، فهو خلاص. لكن في الحقيقه ان المشتري ما قصرش، هو ما يقدرش ياخدها ويعمل ايه؟ ها؟ يروح يبيعها، لان دلوقتي غير قابله للايه؟ للاخذ، حتى لو بدا ايه؟ صراحه ده بدايه شيء وانها ايه؟ يطيب اكله، ده ايه؟ شيء تاني، او تمام النضج اللي الناس ايه؟ والا فانت لو عملت بدو الصلاح وبعت في السوق ما حدش هيشتري في الغالب. مش كده ولا لا؟ طيب، ده وكانها صوره من التكافل الواجب الذي اوجبه الله على مين؟ ها؟ على البائع. وما الحديث واضح؟ ايه الحديث؟ هيجي. قال في من ضمان البائع وهو قول اكثر اهل المدينه، مالك واحمد على كده، ابو حنيفه والشافعي وابن حزم لا يتحملها المشتري. طب ليه؟ هنشوف. المهم، قال لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، وفي لفظ قال عليه الصلاة والسلام: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق، رواهما مسلم. أنتوا معايا ولا لأ؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نص، لو أن جائحة البائع لا يأخذ، واضح ولا لا؟ طب كيف خالف الشافعي؟ وكيف قالوا النبي عليه الصلاة والسلام؟ ورد حديث آخر أن رجل أقسم أنه لن يفعل، فقال: تألى فلان ألا يفعل خيرا. فقالوا: إذا دل على المستحب. لا، ليس كذلك، الخير يشمل الواجب والمستحب. تفهمني ولا لا؟ ولذلك الحديث هنا واضح، أمر بوضع الجوائح، كل أحاديث صحيحة تدل على أن الجائحة يتحملها من البائع. طب الحديث الآخر الذي استدل به الشافعي ايضا ان رجلا اجتيح في ثمار ابتاعه، يبقى اشترى وحصلت له مصيبه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كثر يعني دائنوه قال: خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ايه؟ قالوا: طمعوا. لا، هذا حديث وقعتين محتمل، لا ندري هل هو فرط واخرها عن ايه؟ عن وقتها ولا ايه اللي حصل؟ فليس فيه نص ان اتت جائحه والنبي صلى الله عليه وسلم قال للبائع ايه؟ ها؟ لا تتحملها، وتحملها من؟ المشتري. الحديث النص الواضح لا يعارض بأحاديث محتملة. معايا ولا لا؟ خلاص، يعني محتملة. الفدان ده النوع ده مثلا من الجوافة، أنا بظهر في شجرة جوافاية بيضت ورحت بايع، صح، بصيت لقيت المشتري جاي بيقول ده مثلا ظهرت فيها نوع من الذباب مثلا، لو جت جائحة خلاص على مين؟ على البائع. يعني هو دي عادة تانية، لو في شرط انه يعمل شيء وقصر، لو في تقصير المشتري يتحمل، بس حتى شفنا لو هو تسبب، حتى بعد ما بيرش برضه الزبابه بتخش البتاع وتبيض ويظهر منها بعد كده. لا، يبقى ده على البائع طالما المشتري ما قصرش، اذا لم يقصر على البائع بلا شك.
يعني ده الحديث نص البائع يضمن لحد ما المشتري يستلم. اه الا ان يكون هناك تقسيم للمشتري، ما في كلام. او على حسب الدفاع. لا دي ما في كلام، لا دي منتهيه. حضرتك خلاص اقول له ها شيخ حضرتك اقول له طيب لا ما تقلقش، لو بدأ قطع ان شاء الله خلاص ما بيلحقش. بس بقى يا شباب، قال ولأن مؤنته على البائع الى تتمة الصلاح، ده الاصل ان المؤنة على البائع ما لم تبع مع اصلها فمن ضمان المشتري، وكذا لو بيعت لمالك اصلها، لان كده البائع عمل ايه؟ ملوش علاقة بحاجة خالص، لو بيعت مع اصلها يعني هيبقى تابع اصلا في الحقيقة. العزول القبض التام وانقطاع علق البائع. يا ابني اسمع بس، ما لم تبع مع اصلها او يؤخر المشتري اخذها عن عادته، فان اخره عن عادته فمن ضمانه لتلف بتقصيره هنحط تحت خط. يبقى لو في تقصير من المشتري هو ده اللي ايه اتحمله، غير كده لا. شفنا الجواب افترض اربع شهور. انا ليس لي شان بذلك، النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوائح، مساله منتهيه. انت بقى البخل يخيم عليك، هذه ليست مشكلتي. أليس واقع؟ الواقع الناس لها أعراف فاسدة لا تلزمني. الواقع الناس لا يلزمني عرفها، لا يلزمني عرفها، لا يلزمني عرفها. إن ما أخرش أنا بقول أهو، هو مش هتحصل دي يا شيخ، هو اللي بتحصل قبل ما يشرع في الأخذ، عشان بس نتكلم كلام سليم. لما بيشرع في الأخذ مدة الأخذ مش هتاخد شهور، أيام، لا اللي هو يحصد في غالب لا في غالب المعاصيل لا في البستان اربع شهور ماشي، غير الكراكه بتاخد اسبوع او يومين. حلو ماشي، في حاجه بتاخد يوم؟ خلاص خلاص ازاي هتيجي جائحه في دي؟ طب هيقعد يجمعها اربع شهور ازاي؟ ما اعرفش صراحه. ومن بستان واحد يا شيخي الفاضل، انا راجل لست فلاحا صح؟ ولكني اقول لك ان شاء الله الواقع فيما اذكره، وهو ان البساتين تختلف. حلو، فهناك بساتين في الجوافة خاصة تكون مبكرة، وهناك نوع يكون متأخرا، فهذه بساتين وتلك بساتين. حلو كده الكلام؟ فأنت في الحقيقة بتبيع بستانك أنت اللي هينتهي قريبا، أما البستان المتأخر هيتباع في آخر الأربعة أشهر، فما تقعدش بقى تدخل دي على دي إلا لو كنت ممن يملكون دولة كاملة ويبيعوا. شهر شهر لا مش زي كده اربع شهور. انا راجل اللي انا صح لما اكون فنان استولدت في قلب الريق، فكان لنا يعني ايه شبيه كده بحاجه زي ايه يعني ايه حاجه فكي يعني مش عارف اعبر عنه رطيب كده يعني. وكان الوالد عليه رحمه الله يعني يضع فيها من كل شيء، يعني مثلا شيء يعني يضع شويه اشجار برتقاله جلي صوفي الجوافه مش عارف ايه، فكان هناك شجره جوافه زرعتها بيدي، فكان عندنا جوافه مفترقه واحده كده يعني، دي كانت مثلا في جوافه معانا بتبقى متاخره، في جوافه مثلا تبقى متقدمه، فانا عرفت كده من تجربتي تذكرتها الان، واضح ان في حاجات بساتين بتخلص بدري، وفي بساتين ثانيه هتعمل ايه؟ لسه هتبدا ماشي؟ ما تخليش كل البساتين دي كانها ايه؟ بستان واحد. هذا الذي اذكره منذ كنت طفلا، الا لو الدنيا اتاخرت بقى اتغيرت. بعد الصلاه بعد الصلاه بشهر واحد اشتغلت يا شيخنا. اصلا الحاجه دي بعد ضوء صلاح صعبه الحدوث. ايوه حلو كده الكلام. ولو حدثت يبقى البائع قد اصيب ويسكت ولا ياتي على المشتري بما اصابه، هذا اللي اعرفه. إلا كما قال أحمد إن هناك شيء يسير لابد من إهداره. أنتوا معايا؟ يعني المذهب إن الشيء اليسير إيه؟ يعني مش هتقوليش العصافير كانت شوية مثلا، شيء بديل. أنتوا معايا ولا لا؟ ولا مش عارف إيه؟ فلذلك أحمد قال لا يقول في التمرة والتمرتين والعشر. ده شيء لابد منه إيه؟ يعني بداهة كده في ثمار إيه؟ هيحصل، وفي مش عارف واحد عزم واحد، يعني أمور هتبقى إيه؟ ها؟ يسيره يعني واضح. فليس هذا هو الذي ايه كلمه الجائحه، هل منها مثلا الثلج الذي يسقط من السماء؟ قطع. طب في السنه شيخنا جه نزل البتاع ده تضمن الجوافه ما قرها كلها الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. وقام هو لطش الجوافه
والله العظيم سأخشى أن يدعو عليك من يستمعون. يا سيد الفاضل البائع يمد يده في جيبه اسمع ويعطي للمشتري ما أخذه، بس يعيد له ما أخذه. طب بس استنى 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 استنى، وتبقى المشتري خربت مالته عنده صح؟ تعمل له ايه؟ بس يبقى الشرع اللي وسع عليك وخلاك يبقى كده تمام. لا بس الشرع وسع عليك انت، الاصل ان انت ما تبيعهاش الا لما ايه؟ تبقى جاهزه للاكل. ده الشرع وسع عليك، مش معنى انه وسع عليك ان ترجع بقى على التاني بايه؟ لان دي غير كله. انت حضرتك لو هو ما اشتراش منك انت اللي بتعمل ايه؟ بتجمع وتعمل ايه؟ تروح تبيع صح؟ لو جالها التلج هتعمل ايه؟ ما يبقاش الراجل وفر عليك عمال وجا خدها من على الشجر ومش عارف ايه وانت ريحت دماغك وفي الاخر منك للحيط. لا اصل خد بالك انت بتبص عشان انت البياع، عارف لو انت المشتري كنت تقول الله اكبر كنت انتظرك فيا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينك ثم لا يجدوا انفسهم حاجه ما خلصوا. لكن عموما دي مش مساله قطعيه، دي مساله اجتهاديه. انا ما اديم الله بده. لو انت في ناس شافعيه يقول لك على المشتري حلو، بس انا ارى ان الحديث واضح لائح وغير قدير ذلك، فانت هتقلد اوسخ الناس لديك، بس هذا الذي يلزمك الشرع. أوسط الناس مش ايه؟ مش اريح الناس. اظن كده واضحة صح؟ قال فان اخر عن عادتي فمن ضماني لتلف بتقصير. قال في الانصاف على صحيح من المذهب وعليه جماهير الاصحاب والجائحة ما لا صنع لآدمي فيها واضح؟ وقال شيخ الاسلام ولو جراد ولو جرأت اي حاجه. شيخ الاسلام ده كلام شيخ الاسلام بيقول ولو ما لا مش كده بس، شيخ الاسلام بيقول ولو جيش لا يمكن تضمينه. يعني في فرق عند ابن تيميه بين من يمكن تضمينه وما لا يمكن. عشان كده هنا قال ايه بقى؟ فان اتلفها ادمي، دي حاجه ثانيه بقى. يعني احنا بعد الثمار بعد بدو الصلاح، هو اصلا اخر سال قبل بدو الصلاح ما ينفعش يسال، لان الشراء قبل بدو الصلاح لا يجوز، فكل ده شرع بعد ايه؟ وجالها الجائحه بعد بدول ايه؟ فهذا شيء بدهي يا اخوان. فين اتلف ادمي؟ فللمشتري الخيار. المشتري هنا يخيار بين الفسخ والرجوع بالثمن على البائع. يبقى لو واحد شخص اتلف هيقول له كان دي زي الجائحه، اديني فلوسي وتعامل انت مع مين؟ وبين الامساك. حلو كده الكلام؟ ومطالبه المتلف بالايه؟ بالقيمه، لان ده حاجات اصلا ما هيجيب له زيها ازاي؟ ده مش معروفه، ده كلها ايه؟ تقريبي. وطبعا هو لا يمكن يختار مطالبه المتلف بالقيمه الا لو كانت الاسعار ايه؟ ارتفعت. لكن لو الاسعار قلت هيقول لي التاني هات لي فلوسي وانت تعامل مع مين؟ اذا فالمشتري مخير بين ان يفسخ ويرجع بالثمن وبين ان يمضي البيع ويطالب المتلف بالايه؟ بالقيمه مش بالثمن. انتوا معايا ولا لا؟ يعني قيمه الحاجه ايه؟ الآن يعني هيجي بقى القاضي هيجيب ناس يقيموا كانت عاملة ازاي ويقدر بكام ويطالب هو المتلف بالايه؟ بالقيمة. بس دي أهون على البائع. يعني ايه؟ حتى لو فسخ البائع كده كده هيضمن مين؟ هيضمن المتلف. يعني دلوقتي البائع ده حاجتين، إما إنه هيرجع الفلوس وياخد القيمة من مين؟ من المتلف، أو المشتري يقول له مالكش دعوة أنت خدته خدته صح، ومين اللي هيطالب المتلف؟ المشتري. وانتهى باب وهي الوصول إلى الثمار، والحمد لله رب العالمين. باب السلام. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.